النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، رحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم سادت أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق، كانت حارة إلى شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث كانت درجات الحرارة في تلك المناطق حوالي 40 إلى منتصف 40 درجة مئوية. خلال ساعة الليل أيضا ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة، وبالتالي ستكون الأجواء أدفأ من الليالي السابقة. نستعرض الآن تفاصيل أكثر حول الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين. يوم الجمعة استمر تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، كما ذكرنا الأجواء كانت حارة نسبيا في عموم المناطق، لكن حارة إلى شديدة الحرارة هنا في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. خلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء دافئة بشكل عام، على أن تعود وترتفع درجات الحرارة مجددا يوم السبت خلال ساعات النهار تحديدا، ليعود الطقس ليكون حار نسبيا في عموم المناطق، حار إلى شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. لكن تحديدا يوم السبت ويوم الأحد، بالرغم من هذا الطقس الحار ودرجات الحرارة الأعلى من معدلاتها، إلا أنها ستكون أخف أو أقل وطأة مما سجلنا خلال ساعات نهار اليوم الجمعة. يوم الاثنين أيضا تنخفض قليلا درجات الحرارة مع استمرارها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية، الملموسة 18، رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز بشكل عام. توقعات الجوية بالنسبة للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة ستكون مستقرة حول 29 درجة مئوية في العاصمة عمان، أما الصغرى ستكون ما بين 19 و 20 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء ستبقى حارة نسبيا خلال بداية الأسبوع خلال ساعات النهار، بينما تكون دافئة خلال ساعات الليل مع أجواء مستقرة بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.